الفرنسيه 4 جانفي فقدنا فيه زوز من ابرز واهم الملاعبين اللي عرفتهم الكوره في تونس، ملاعبي اسمه لسعد الورتاني، ملاعبي ابن النادي الافريقي، وملاعبي ابن الترجي الهادي برخيصه. هات نشوفوا شكون لسعد الورتاني وشكون الهادي برخيصه ونرجعوا للتاسعه فوت. وفما الهادي برخيصه تبع الكره وسط الدفاع، هادي برخيصه، هادي برخيصه، هادي برخيصه، والهدف الفعلي. أربعة جانفي من كل عام تاريخ عنده رمزية كبيرة في كرة القدم التونسية. في 1997 قلب الأسد في الترجي يتوقف في مباراة ودية. في 2013 محرك الإفريقي يتوقف أيضا في حادث مرور. بلهاز قو وزوز أسماء غادرونا بعد مسيرة كبيرة وحافلة بالألقاب. ذكرى صعيب تتنسى وصورة تبقى في البيت. رغم اختلاف الجمعيات لهادي برخيصة لسعد الورتاني بخاصيات مشتركة، الروح والقلي بسلاحهم على الميدان كل شيء يهون من أجل المريول، قلب الأسد تسمية جمعتهم الزوز. جمع الجمهور من بنزرة بن قردين احترام كبير في الأوساط الرياضية، خاصية قليل نشوفوها. حتى النهاية كانت في نفس اليوم والشهر، واحد على أرضية ملعب زويتن. والثاني ساعات بعد آخر صورة ليه في البارك فقدناهم، لكنهم خليه وراهم تاريخ كبير يحكي عليه. فتح المدي زوز اسامي بالرغم اللي عندهم سنوات من اللي غادرونا، لسعد الورتاني والهادي برخيصه، لليوم جماهيرهم ما نساتهمش، لليوم نتذكرهم في كل تاريخ وفي كل مره نعاودوا نمروا ب 4 جانفي. للامانه فما اسم ثالث و 4 جانفي كذلك، وقمه من قمم الكرة القدم التونسيه، منصف المليتي توفي يوم 4 جانفي بالزرد. لعب النادي الرياضي الساقسي، لعب الفريق الوطني، لاري رقوش، توفي بن زرت لانه مدرب النادي بن زرتي، هو اول مدرب تونسي يحصل على كاس افريقيه مع النادي الرياضي بن زرتي. للامانه تاريخ 4 جانفي معناها تاريخ فعلا تاريخ اسود، ولهذا ذكرى تحدثنا على الترجي وعلى الافريقي، النادي الساقسي والنادي بن زرتي ايضا يشتركوا في كونه منصف المليتي وحدهم زوز، وكان اسم كبير مع النادي الصفاقسي ومع النادي الرياضي البنزرتي، مع النادي الرياضي البنزرتي كمدرب، هذا حقه يلزم من نعطيه له. بالنسبه للزوز ملاعبيه هذم عشتهم انا، خاصه الهادي برخيصه بالنسبه لل الورتاني لسعد 2013 جيدة، لكن بلها في زويتن 4 جانفي 1997 العشية مخر مقابلة ضد ليون، عشنا كارثة كبيرة ياسر، عشنا وقت ما صدق حد، معناها نذكر نهار سبت وقت إذا كان ما خانتنيش الذاكرة، والطقس هكا مغيم شوية، وكانت فعلا معناها الفاجعة فاجعة فاجعة، ما صدق حتى حد، وحتى على الميدان ما صدق حد، وبرشا الناس حتى اللي في الملعب وروحت من بعد سمعت اللي وقعت الوفاة نتاع بلها الله يرحمه، كان شخص غير عادي، غير عادي استثنائي في كل شيء، في تصرفاته، في حياته اليومية، في عيشته، في انزوائه ما هوش مع المجموعة، في حياته كان استثنائي، وكانت الوفاة نتاعه استثنائية. بون توفى الله يرحمه، تكريم البارح وقالوا من قبل جمعية قدماء الترجي الرياضي التونسي، كرموا والده وكرموه هو في تكريم كبير ياسر. أنا بطبيعة الحال نقول خسارة في تونس معناها ثقافة التكريم، لأنه لليوم معناها نحكي على بلها على الأقل، لليوم ما فماش حاجة باسم بلها، فماش ملعب، ما فماش حاجة باسم بلها، ومش مسؤولية الترجي فقط، مسؤولية لأنه كان لاعب المنتخب الوطني على الأقل حاجة. شوف في كلمة وأنهي،
زبير بيا عمل الجيبيلي الوحيد اللي خرج من باب الكبيره كان عامله وحده. بلها تذكروش حاجه قاعد في التاريخ اربع جانفي عملوها ما عملها حتى حد للاسف. ناصر بدو يعرف برخيصه لعب معه، ناصر بدو كنت لعبت على الاقل موسم يذولي مع الهادي برخيصه الله يرحمه. شو تنجم تقولنا على اللعبه هذه؟ صحيح نعم 93 تحولت للترجي وكان الهادي برخيصه معناتها في اوج العطاء نتاعو. الهادي برخيصه وقتها من الملاعبيه اللي كان بروجي كبير برشا، معناتها كان تبارك الله ملاعبي جسمانيا تبارك الله قوي برشا، كان لاعب كما قال فتحي معناتها ما تحسوش ما تسمعوش، هادي عنده والكمانو عنده جو عنده دينيتو حط والكمانو تلقاه يمشي على الساقيه ماشي ياخذ الترام نتاعو مع صحابه، يحب الولد الصغار ما يحبش الظلم بعد ساعات هكا، ولا ولد كبير معناتها ما يتعاملش مليح مع انجون يبدا طالع الهادي يقف معناتها. والحاجه اللي معناتها ما بين الاسعد والهادي انهم الزوز نفس الكاركتير نفس الجرينتا، معناتها الزوز الناس سون دي دوناتور، معناتها تحسهم جارحين معناتها بلغه الكوره، معناتها ناس عندهم كل راج دو فان نفس الاسم قلب الاسد، معناتها الزوز عندهم لي تادسبري نتاع الكانيور نتاع هادي وقت اللي يلعب اللي ديترميني ما يحبش في لونترينمون ما يحبش تفدليك ما يحبش اللعب يحب يربح في كل شيء معناتها. ولهذا معناتها الهادي بالحق معناتها من الملاعبيه والاسعد من الملاعبيه اللي هذيك الدنيا يعطي برشا الكره. مراد الجمهور الرياضي عامه ما ينساش الملاعب اللي يبل المريول اللي يعطي برشا الفريق اللي فوق التيران ما يحسبش، وهذه كانت نقطه مشتركه ما بين الاسعد الورتاني والهادي برخيصه الله يرحمه. صحيح خصوصا يظهر لي بالنسبه لهادي برخيصه هو ملاعب نتاع نادي برك ولو طبعا بروز زاد مع ليكيب ناسيونال ما نساوش كاس امم افريقيا 96، لكن اسمه قاعد مرتبط بالترجي. ونوافق انا كلام خالد، كنت نتمنى انه البارح معنا بون لو ترجي ما لعبتش في المنزل، نتمنى انه بعد غدوه في المقابله ضد قفصه انه ترجي تعمل حاجه لهادي برخيصه، ولو هو هذا مش بيرجع بلها لعائلته ولا حاجه، ولكن على المستوى الرمزي سي فري انه زوز ملاعبيه اللي معناها خلاو بصمه كبيره في الانديه اللي مروا منها، ولو بالنسبه للورتاني معناها ملعب في اكثر من نادي في القروان في ملعب التونسي في الافريقي. كابتن خالد حسني، علاش عندنا الثقافه ذي نتاع الاوكران الجميل؟ علاش الجمهور لليوم يذكر الهادي برخيصه والاسعد الورتاني والمسؤولين ما عملوش حاجه كبيره ابار شويه تصاور شويه انترفيوات يذكروهم مره في العام، ولكن فماش كل مبادره اللي تولي توري انه عندنا مسؤولين. ما تنساش الملاعبيه اللي تعطي دمها فوق الملعب. بلاد متخلفه لماذا تحترمش الاموات نتاعها؟ ما تحترمش الشهداء نتاعها؟ ما تحترمش التاريخ؟ شو اللي عايشينه احنا توا مات تجريم الماضي، معناها اللي يجي يجرم لك اللي معناها الناس الكل تمشي هو با، هذه مشكله اخرى. بقى معناها تقول لي الثقافه هذه ثقافه راهي مش تجيش في نهار وليله، ثقافه الزراعة من الصغر تزرع في العائله في المدرسه. كي تشوفوا فيهم في اليابان تشوفوا في انجلترا تشوفوا في المانيا، كي تشوف انت مينوت انت تشوف دقيقه صمت في المانيا ولا في انجلترا في استاد ما تلف كاينو فارغ استاد هنا الاخر يغني الاخر يكشف في القلوب المره الاخرى. هذا جمعه ذي فما دقيقه ترحم على ام على والدته، ناس ماشي جاي مصور يصور، ناس مش عارفه شنو رمزيتك الدقيقه المقدسه الدقيقه ذيك، دونك يلزم من الصغرى اجيال اخرى تبقى ذاكره ما تحتفظ. كان بالاجذر كان بالمثال كان بالقدوة، هذوما كانوا قدوة في العطاء، كانوا قدوة في الشجاعة، كانوا قدوة في كل شيء في الأخلاق في الدنيا في كما قالك معناها قلب الأسد مش نزيد برشا عليهم. تبقى هذه برخيصة كان باسكيتور يعني كان باسكيتور بعدين جاء الواحد. تبقى باش نلخص أنا للجيل اللي ما عرفش هذوما وكم بتصاور بس شوف هذه برخيصة في الماتش عمل لك سبرينت ماركة البونتو الثالث ماركة هدفين ضد الزمالك، معناها شيء غريب معناها الإنسان الله يرحمهم الزوز. تبقى أنا عشت يمكن أربع جنازات قعدوا في التاريخ تاع تونس اليوم برخيصة الأسعد شهيد الوطن شكري بالعيد وشهيد الوطن الحاج البراهمي. باش نعطي فكره للشباب هذايا كان ريتو انتوما التفيله نتاع الشهيد شكري ولا الحاج راهي نفس الشيء، ناس جات ودعت القدوه والامثله هذوما والله يرحمهم الزوز وربي يصبر عائلاتهم. ربي يصبر زاد نبيل الكوكي اللي كان حاضر بحذانا مدرب الافريقيا السابق اللي فقدت